اهلا في فيديو جديد في القناه. فيديو اليوم زي ما شفتوا راح اصمم شخصيات من اختياركم. طبعا اول شيء كتبت في الانستغرام تعطوني مواصفات شخصيات ارسمها على فلوج اليوتيوب الجاي واللي هو هذا الفلوج، وانتم ما قصرتوا كتبتوا لي. فيلا نروح نشوف ايش كتبتوا لي وايش حرسم معاكم. والحين صار وقت اني اختار الكراسي اللي راح ارسم فيها. طبعا هذا الدفتر البنفسجي توي شريته وللحين ما رسمت فيه ولا شيء لأنه يجنن وما بخربه. ما أدري أنا ما راح أخربه أكيد، بس إنه تعرفون ما برسم عليه شيء لأنه أخاف يخلص كذا. وهالمرة راح أتحدى نفسي إني أرسم في كراسة تخيلوا ما تتحمل الماركر، وهي هذه هي أكبر كراسة عندي، لا مو أكبر يعني أحلى كراسة عندي، فايب راح أرسم بهذه معني متوترة وعارفة إن الورق حيتقطع. الحين صار وقت اختار المواصفات اللي احسها كاملة وراح تناسبني. طبعا نقول على طول اكتشفت انه في رسامة مرة احبها شخصية بستايلها وقالت لي فاتن ارسميها بستايلك، وانا اكيد ما راح اقول لا لفنانتنا. طبعا كثير يقولوا لي يا فاتن جربي ترسمين مانجا، ما تدرون اني كثير مرة جربت ارسم مانجا بس ما اصورها. شوفوا زي هذه رسمتها زمان، رح اجيب هذا القلم اللي مرة احبه وتعرفون يعني اني احبه من كثر ما اني جلست امدحه، بس حرفيا مرة احبه. اهم شيء راح نبدأ في الرسم، راح اغيرها من والى، بس راح الشخصية حتبقى الشخصية نفسها بس بغيرها بستايل، يعني اكيد ما يعني حتى زاوية التصوير وجلستها وكذا راح اغيرها. فايب لتس جو نرسمها. أدري إنها ما راح تعجبكم في البداية، بتقولون وات ليش الوجه كذا، وبس تدرون إن دائما إذا كانت البداية كذا صدقوني راح تطلع تحفة في النهاية. تقريبا خلصت بس باقي لين الثانية. الشعر عانيت فيه شوي لاني احاول بقدر المستطاع انه يطلع يشبه الصورة بالضبط. خلصت الرسم، صار وقت اني اخفف الرصاص بالمحايل المعجون. ويب تذكرت لحظة ان الالوان الماركر ما راح اقدر استعملها فوق بعض لان الورق حيتقطع، وشوي اصيح لان الرسمة حلوة وما بخربها. وراح احط هذا تحت الورقة عشان الماركر ما يخبص الورقة اللي تحت، وبسم الله نبدأ تلوين. تخيل اني حطيت لون احمر في فم الشخصية وساح على وجهها كله، فحطيت جليرول المنقذ. صار وقت اني اقولكم اني قربت انتهي من الرسمة اخيرا، والحين صار وقت احددها هو آخر شيء راح أسويه. ولا ننسى اسم الشخصية هو كارولينا. والنتيجة النهائية ترى هذه النتيجة النهائية. اكتبوا لي رأيكم في التعليقات وهل الشخصية تحسوني ضبطتها ولا لا، وإذا ضبطتها حطوا لي قلوب وردية عشان أعرف إني ضبطتها. فلتس جو يلا نبدأ في الرسم الثاني وحيكون ولد. الرسم الثانية تقول حواجب كثيفة، مرة أحب الحواجب كثيفة، وعيون كبيرة مسحوبة أوكي، وشعر قصير شوي، فك حاد، وابتسامة واسعة. يوم قريت ابتسامة واسعة راسي صدع لاني ما اعرف ارسم ابدا الابتسامات، بس بخلي كذا مبتسم شوية، ما راح اخلي الابتسامة واسعة واجد.
من كثر ما اني صدعت مع رسمة الولد بدأت تلوين قبل اصور. طبعا ارسلت لها قلت لها اعطيني درجات البشرة والشعر لانك مو كاتبة شيء، فالحمد لله ردت علي وارسلت لي الشعر اسود والبشرة حنطية مايلة للفاتح، فيب ليتس جو نلون. وتوفي حبة تظهر في التصوير، فيب زي ما تشوفونها جالسة تلعب عندي. ما علينا، تذكرت انها ما اعطتني اسم فما حبيت ازعجها وقلت ليش ما اخليكم يا تعليقات واللي بيتابعون البلوج تعطوني اسم اسمي الشخصية هذه. فاكتبوا لي في التعليقات ايش تحسون الاسم اللي يناسب هذه الشخصية. انا عن نفسي احس ابغى اسم مرة قوي لانه احس شخصيته مرة قوية. وانتوا عاد اكتبوا لي في التعليقات ايش رايكم يعني. ونتيجة الرسمة هذه، ايش رايكم؟ طبعا توفي غاير يعني ليش ترسمين اولاد، بس نمشي للمشيرة. ويلا ليتس جو نرسم الرسمة الثالثة. الرسمة الثانية تقول شعرة كيرلي بني وعيونها عين عسلي وعينها ازرق، واو وجه دائري وفيها نمش وقطع في الحاجب. حبيت الصراحة المواصفات فليتس جو نرسمها. انتهيت واخيرا من الرسمة الثالثة وهي الاخيرة حتكون، بس صار وقت ان نلونها. قلت هالمرة راح اجرب شيء جديد وراح الونها بلون رمادي لان لون البشرة خلص عندي. ندمت حرفيا اني لونت البشرة باللون الرمادي، فزي ما تشوفون صار في زي القطع في الوجه. قلت راح اضبطها، ححط زي الشعرة في الوجه. تعرفون هذا اخر حل عندي. والنتيجة النهائية لوصفها هو هذه. وإيش رأيكم في الرسمة؟ اكتبوا لي في التعليقات إيش أكثر رسمة حسيتوني ضبطتها. طبعا وما نسيت اسم الشخصية، فأرسلت لها على طول قلت لها أعطيني اسم الشخصية وقالت لي آي في، وأحس الاسم مرة رهيب. أنتوا إيش رأيكم؟ بعد ما انتهينا من الرسم حرفيا مرات شانة، فعلى طول رحت وجبت لي ماتشا أروق عليها. It's time to تجهيز البوكسات اللي راح اسوي عليها سحب ان شاء الله يوم الجمعة، اللي هو اليوم اللي راح ينزل هذا الفلوك فيه. تقريبا 5 بوكسات، بس راح اجهز معاكم 2. طبعا خلني اسويكم تصفح سريع. اول شيء هذه دفاتر صارت للبيع، تقدرون تشترونها لوحدها. عندكم هذا الدفتر الصغير مرة حلو وحجم الورق ثقيل 160 جرام. وهنا هذا الدفتر ايضا صار للبيع، فتلقونه متوفر في المتجر اللي حاب يشتري الوحدة. قلم ميكانيكي، التعبئة، قلم الأبيض جيرال، أقلام التحديد. هذه الدرجات. أول 6 بوكسات راح نعطيهم هدايا بمناسبة اليوم الوطني المحاية. نجيب أول بوكس. أجيب دفترين، راح أحط واحد وردي، 2 من هذا. قلم ميكانيكي راح اجيب لونين، برتقالي وردي، شكل
والمحاي المعجون راح اثنين. بنحط الاشياء، بنحط الاقلام. بعد ما انتهيت من الاشياء صار وقت الكاندي. نسكر كرت ستيكر، كرت الشكر لا ننسى. نسكر خلص الثاني وارجع لكم. إن شاء الله عجبكم الفيديو. إذا عجبكم لا تنسون لايك، تشتركوا في القناة وتضغطون على زر المنبه عشان يوصلكم كل شيء جديد، ولا تنسون أيضا تشترون متجري وتدعموني، لأن الصراحة أحاول بقدر المستطاع أني أرضيكم وأجيب لكم من أجود وأحسن المنتجات من دفاتر وأقلام وهذه الأشياء. فبس أراكم في فيديو الجاي، وداعا وشكرا كثير على تفاعلكم. باي.